قلت له لا تدخل لا تدخل، اجا ودخل خطيه و... يقضي معظم البصريين أوقات الظهيرة عند مياه شط العرب بحثاً عن التخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة عبر السباحة في مياهه، إلا أن هذا النشاط الترفيهي بات يشكل تهديداً لحياة الكثيرين. ومع تسجيل 20 حالة غرق منذ بداية العام الحالي، باتت السباحة في الأنهار مسألة تتطلب حذراً كبيراً. اللي دفعنا نجي هنا الجو حار، أول شيء درجة الحرارة عالية، وثاني شيء عندك الكهرباء شلعت قلبنا، كهرباء ماكو، كهرباء نوب تجي نوب ما تجي، حارة وين نروح؟ مسابح قالية تروح للمسبح ساعة واحدة أو ساعتين ب10,000. حلينا من الشغل من العمالة جينا اللي هنا نسبح، وين نروح؟ تقعد بالبيت قلت لك الحر، يعني وين تروح؟ جينا نسبح هنا نبرد شوية في نص ساعة ساعة ونروح لبيوتنا. أنا صاحبي طلعت هناك يم الدوام، أنا طلعته خطيه ما يعرف يسبح وجا دخل، قلت له لا تدخل لا تدخل، إجا ودخل خطيه وطلعته. كثفت الشرطة النهرية دورياتها المستمرة على ضفاف شط العرب لمنع المواطنين من السباحة في هذه المناطق. لتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من الشباب والأطفال، وإن معظم هذه الحالات ناتجة عن عدم معرفة كافية بأماكن التيارات القوية والمياه العميقة. الواقع المسؤولية بالمدئين يبدأ واقع المسؤولية الشرطة النهرية من ميناء أبو فلوس أو جزيرة أم الرصاص، نهاية جزيرة أم الرصاص إلى نهاية قضاء المدينة والقرنة، واقعنا تقريبا ما يقارب 150 كيلومتر. عمل الشرطة النهرية أو مبدئيا حماية المراكز أو المؤسسات الحيوية، منع السباحة في المياه شط العرب، والسبب لوجود حالات كثرة حالات الغرق خلال هاي السنة في مياه شط العرب، حيث وصل حالات الغرق إلى 20 حالة غرق. يعبر سكان البصرة عن قلقهم المتزايد من حالات الغرق، مطالبين بزيادة عدد المرافق الآمنة وسهولة الوصول إليها، مشددين على أهمية التزام الجميع بتعليمات السلطات الرقابية لتجنب الحوادث المأساوية. وفي ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد التوازن بين الترفيه والسلامة، والتأكيد على أن التمتع بالصيف لا يجب أن يكون على حساب الأرواح. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.